خلينا بس نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. كابتن سيد ازي حضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك كابتن اسلام وتحياتي للجميع عندك. ربنا يخليك. كابتن تامر وسما وكابتن شريف عبد الرحمن. كابتن شريف حبيبي. طيب كابتن سيد النهارده الحقيقه اداء حلو جدا، اعتماد على لاعبين حتى لو كانوا بيبقوا بره التشكيل خلال المباريات السابقه، ولكن بيرجع. لسه كنا بنتكلم في هذا الموضوع تحديدا، ان حتى اللعيبه اللي بتبقى بره بترجع تحس ان هي موجوده في الفرقه، بتلعب ورجليها في كل مباراه بتلعب وبتبقى موجوده في الفرقه. يعني بيحصل كده ازاي يا كابتن سيد؟ بص الحمد لله طبعا على كل حال، يمكن مباراه من المباريات المهمه جدا من حيث النتيجه، وكمان مباراه مهمه جدا من حيث الاداء. يمكن واحده من احلى المباريات اللي عملناها السنه دي. مظبوط. يعني من اول الشوط لحد اخره، من حيث الاستحواذ والسيطره والسرعه والتحرك واخلاء الفرص واحراز الاهداف. يعني طبعا واحده من اجمل المباريات. يعني فيما يخص السؤال اللي بتقوله كابتن اسلام، دايما لما تحط قائمه في موسم مضغوط زي اللي احنا فيه، سواء كان محليا او افريقيا، لازم الخطوط كلها تكون قريبه في المستويات، او الافراد تكون قريبه جدا من المستويات، لان انت هتتعرض بحكم طبيعه المباريات والتحامات اللقاءات، وسواء الاصابات او الغيابات او الرؤيه الفنيه، او حتى ان انت بتريح بعض اللعيبه. يعني مهم قوي ان المستوى يكون قريب، ما يبقاش مثلا يعني فرق كبير، بالعكس ممكن يبقى 8 ل 9، 7 ل 8، ما يبقاش مثلا 2 ل 6، ما ينفعش. دي ابدا عمرها ما تجيب بطولات. يعني اللعيبه كلها عندها نفس الثقه، اللعيبه كلها عندها نفس الروح، اللعيبه كلها عايزه تكون موجوده، وده شيء ايجابي جدا. احنا كمان يعني عمرنا ما لما مهما كانت الغيابات او البعد، عمرنا ما بنحسس حد ان انت مثلا يعني جاي عشان تكون غايب ولا حاجه، بالعكس انت كمان عندك مقدره وعندك امكانيات وعندك قدراتك اللي تفرضها، والا ما كنتش هتلعب في الاهلي. فده مهم جدا يعني. تمام كابتن سيد.